السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا سنه اولى مره ثانيه معاكم زميلتكم سعاد العاصي. هنكمل مع بعض النهارده توتوريال الانزيمات اللي احنا بدأناه المره اللي فاتت. البارت الاول كان سهل شويه، البارت الثاني عايز منكم فهم شويه، هو بسيط خالص بس يتفهم، فنبدا مع بعض كده بتركيز لانه معظمه جرافات ومحتاجه فهم شويه. اول حاجه عندنا احنا في البدايه بس نحب نقول له عن المذاكره، وقف الفيديو دي واقرا ايه اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. قلنا اول حاجه الديفينيشن بتاع الانزيم، ده في البارت الاول انا قلت الديفينيشن بتاع الانزيم. تاني حاجه قلت البروبرتيز بتاعه الانزيم، ايه الخصائص اللي انا هفضل ادور عليها علشان اقول على المدى دي ان هي انزيم. قلنا الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الانزيم، قلنا الكلاسيفيكيشن تقسيم الانزيمات على حسب ايه، وظبطنا المره اللي فاتت. نكمل المره دي بقى الفاكتورز اللي بتاثر على شغل الانزيم. يبقى انا خدت كل حاجه خاصه بالانزيم، المره دي بقى هاثر عليه، يا اما هزود شغله يا اما هقلل شغله، وهنشوف ايه العوامل اللي هتقدر تاثر لي على الانزيم. مش كل حاجه تاثر على الانزيم. الانزيم انهيبيتورز طبعا عندنا حاجات هتوقف شغل الانزيم تماما، لان احيانا في التفاعلات الكيميائيه انا بكون اكتفيت خلاص من البرودكتس اللي طلعت لي، لان هدف اصلا الانزيم لما بيدخل التفاعل الكيميائي ان انا احول السبستريت لبرودكت. احيانا بنكون اكتفينا خلاص من البرودكتس دي فبضطر اوقف شغل الانزيم. تاني حاجه الانزيم، اخر حاجه معانا هناخدها في الفيديو الانزيم ريجوليشن، ما تخافوش الامر بسيط خالص، يمكن كلمات جديده بس هنعرفها معانا في الفيديو. اول حاجه بقى نبدا بيها الفاكتورز اللي هتاثر لي على شغل الانزيم. قال لنا اول حاجه خالص هتاثر على شغل الانزيم السبستريت اللي داخله، ماده التفاعل اللي داخله، تركيزها لو زاد التفاعل الكيميائي اللي هيحصل فيه بالفعل هيزيد التفاعل الكيميائي، ولكن نحط خط تحت ولكن هنقولها دلوقتي واحنا بنشرح. وكذلك برضو الانزيم كونسنتريشن، قال لنا لو تركيز الانزيمات زاد زي ما انتم بتقولوا كده بالظبط شغل التفاعل الكيميائي هيزيد. هنعرف دلوقتي مع بعض، بس عايزاكم تعرفوا برضو حطوا في دماغكم كده يعني ايه سرعه التفاعل الكيميائي، يعني ايه شغل الانزيم اصلا والسرعه اللي بيشتغل بيها الانزيم. قال لنا كلمه جديده كده اسمها فيلوسيتي، يعني عشان بس لما ندخل نحط على الكيرف كلمه فيلوسيتي اعرفوا ان هي سرعه التفاعل الكيميائي بتساوي بالظبط الريت اوف رياكشن، يعني معدل التفاعل الكيميائي. تالت فاكتور هيأثر على الانزيم اكتيفيتي اسمه كو انزيم، يعني عوامل مساعده او الاكتيفيتورز كونسنتريشن، يعني انا لو جبت عوامل مساعده للانزيم ايه اللي هيحصل؟ بالفعل هتزود شغل الانزيم، وهنعرف مع بعض اكتر دلوقتي. رابع حاجه هناخدها الانزيم انهيبيتورز كونسنتريشن، دلوقتي انا لو حطيت انهيبيتور للانزيم اكيد برضو شغله هيقل، هو بالظبط كده. برودكتس كونسنتريشن يعني النواتج بقى اللي انا طلعتها، مش انا قلت عندي سبستريت بحط عليها انزيم علشان تطلع النواتج، لو النواتج دي زادت هضطر بقى اوقف شغل ايه الانزيم، فبالتالي سرعه التفاعل الكيميائي هتقل. هنعرف مع بعض ما تفاوت التمبريتشر برده هنشوف تاثيرها على الانزيم، والبي اتش هنشوف تاثيرها على الانزيم، والالستريك ريجوليشن دي ممكن اول مره تسمعوا الاسم ده فهنعرفه مع بعض، والكوفيلنت موديفيكيشن برده هنعرفه. فبس انا حابه برده افكركم بحاجه ان الانزيم بروتين، فخواص الانزيم خواص البروتينات اللي انتوا اخذتوها في شابتر البروتينز بالظبط كده. فايه نركز مع بعض ونحط دايما في دماغنا ان الانزيم بروتين. نبدا مع بعض باول فاكتور هياثر على الانزيم اللي هو السبستريت كونسنتريشن. السبستريت كونسنتريشن احنا قلنا لو زادت انا عندي مواد متفاعله كتير فالانزيم هيضطر يزود سرعته علشان يخلص ايه الحاجات المتراكمة عليه كتيره دي. يعني انا مثلا عندي 5 سبستريت وفي الجسم بتاعي الطبيعي 10 سبستريت، وعايز اقول لكم على حاجه السبستريت كونسنتريشن طالما العامل ده هو اللي بيتغير، يعني انا دلوقتي بقى ايه بغير مين، بغير الكونسنتريشن بتاع السبستريت، يبقى انا في دماغي على طول ان الانزيم كونسنتريشن ثابت، باقي العوامل كلها ثابته، التمبريتشر بي اتش العوامل دي كلها ثابته، فانا بغير عامل واحد بس فيهم اللي هو السبستريت كونسنتريشن. هنشوف تاثير السبستريت كونسنتريشن لو زادت او قلت وبقيه العوامل ثابته. فاحنا بنقول بقى دلوقتي عندي الانزيم كونسنتريشن دول ثابتين، فانا قلت مثلا عندي 10 انزيم في الجسم وعندي 5 سبستريت، دلوقتي الخمسه سبستريت دول لهم ايه قصادهم 10 انزيم، وبالتالي التفاعل الكيميائي هيتم، انا متاكده ان هو ايه هيتم. طيب انا زودت فضلت ازود السبستريت حطيت 6 بدل ما كانوا 5، برضو ضمن الانزيم يشتغل على السبستريت، انا معايا 10 انزيم ومعايا بس 5 وبعدين زودتهم 6 سبستريت، هفضل ازود لحد 10 سبستريت كده كل انزيم بقى ماسك في السبستريت بتاعته. طب طالما كل انزيم ماسك في السبستريت بتاعته، لو جه حد بقى يقول لي انا هزود كمان سبستريت اخليهم 11 ومعايا 10 بس انزيم، انا مثبته باقي العوامل، طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك الانزيم هيقول بس خلاص انا مش هكمل، انا هجيب منين يعني، انا انتم مثبتيني 10، وبالتالي بالظبط كده هيقف عند نقطه ويفضل مكمل بالسرعه بتاعته. النقطه دي بنسميها اوبتيمم تمبريتشر، بيكون الانزيم عندها جاب اخره، يعني بنسميها الماكس بتاعته، جاب الماكسيمم بتاعته، فبنسميها ماكسيمم فيلوسيتي او الفي ماكس. يبقى اسمها ايه؟ الفي ماكس اللي هي النقطه دي، يبقى الفي ماكس او النقطه دي كده، فدي النقطه اللي وقف الانزيم عندها وقال خلاص هو انا ال10 كده اكتفوا، فبنسميها ايه الفي ماكس. تعالوا بس نقرا كده، قلنا الكونسنتريشن بيزيد لو زادت السبستريت كونسنتريشن فالرياكشن فيلوسيتي بتاعته بتزيد، ليه؟ لان الانزيم هيضطر يزود شغله علشان يخلص السبستريت اللي جايه دي كلها، فالانزيم بيطلع الرياكشن هو زي ما اخذنا في ثالثه ثانوي علاقه ايه طرديه لحد النقطه دي. هي ايه النقطه دي؟ بنسميها اوبتيمم بوينت. الاوبتيمم عندها بتحصل حاجه اسمها في ماكس، يعني ايه في ماكس؟ بيكون الانزيم جاب اخره اقصى سرعه جابها، يعني خلاص ال10 اتملوا اللي هم الفي ماكس، يعني ماكسيمم فيلوسيتي اقصى سرعه، ما انا قلت لكم فيلوسيتي يعني ايه سرعه التفاعل الكيميائي. فنكمل شرح كده، بيقول لنا الرياكشن فيلوسيتي بتزيد تيل ذا ماكسيمم فيلوسيتي الفي ماكس از ريتش، اول ما بتوصل للفي ماكس، اول ما بنوصل مين الفي ماكس بيبدا شغل الانزيم يثبت بقى، لان ما عادش عندي فعلا ما عادش هيقدر يزود السرعه بتاعته عن كده، فبيفضل ايه كونستانت بقى ثابت. وير اني فارثر يعني اي زياده ان ذا سبستريت، اي زياده في السبستريت وونت كوز انكريز ان ايه
in the reaction velocity. خلاص هي reaction velocity بقت ثابته من بعد ال Vmax. ال Vmax is reached when all enzyme molecules are in the form of a of enzyme substrate complex. لان ال 10 انزيم مسكوا في 10 سبستريت، مهما تحط سبستريت كمان ما لهمش انزيمات، الانزيم ماشي بايه بنفس السرعه بتاعته بس. فاحنا قلنا بقى من الملخص اللي احنا طلعنا بيه من السلايد دي، قلنا ان السبستريت علاقتها بالفيلوسيتي علاقه طرديه، بالفعل بتفضل تزيد يعني كل ما بزود السبستريت كونسنتريشن الفيلوسيتي معايا بتزيد الى نقطه معينه بنسميها الفي ماكس او الاوبتيمم بوينت. الاوبتيمم بوينت دي عندها الفي ماكس اللي هي الايه الفي ماكس خلاص وصلت. فالفي ماكس دي از ريتشد لنا دلوقتي الاس السبستريت السبستريت كونسنتريشن علاقتها علاقه طرديه. لما عملنا انتوا اكيد فاكرين من ثالثه ثانوي برده دي علاقه طرديه، والفي العلاقة بينهم طردية إلى أن تصل إلى مين؟ إلى الفي ماكس. ده بس اللي كنت عايزة كنت تعرفون السلايد دي اللي هو العلاقة بين الفيلوسيتي والسبستريت كونسنتريشن، فهي علاقة طردية إلى أن تصل إلى نقطة معينة بنسميها الفي ماكس. طب الفي ماكس دي يا ولاد مثلا 50 مثلا، يا ترى بقى نص الفي ماكس هتبقى 25، يبقى عند نص الفي ماكس بنسميها هاف في ماكس، يبقى هنا هاف في ماكس لكن هنا من الفي ماكس كاملة. ونقول برضو حاجة كده هتسهل لنا سلايد بعد كده نيجي نشرحها، بيقول لنا نص الفي ماكس دي لو أنا جيت أشوف السبستريت كونسنتريشن عندها بلاقيها مثلا رقم معين كده، جبت نزلت اللاين كده فلقيت ايه رقم معين السبستريت كونسنتريشن عنده بتكون نص الفي ماكس، يعني 25 الفيلوسيتي كانت 25، رحت اشوف التركيز السبستريت قد ايه، لقيناها مثلا رقم معين سميناها كي ام ثابت مايكل ميلتون. ده هنعرفه في السلايد اللي بعدها. ما هو بقى ثابت مايكل ميلتون؟ هو قال لنا ان هو السبستريت كونسنتريشن لما يكون الانزيم شغاله بنص الفي ماكس، يعني عند نص الفي ماكس، عند نص الفي ماكس هروح اشوف عند نص مين الفي ماكس، هروح اشوف السبستريت كونسنتريشن تركيزها بقى قد ايه، هنلاقي رقم معين هو ده بقى بنسميه كي ام اللي هو ثابت مايكل ميلتون. تمام قوي، يبقى مايكلز كونستانت ان هو الكي ام فاليو. السلايد اللي بعدها بيقول لنا الانزيم كونسنتريشن، بيقول لنا الايه الانزيم كونسنتريشن. الانزيم كونسنتريشن يعني دلوقتي هنشوف التفاعل الكيميائي، انا لو زودت شغل الانزيم ايه اللي هيحصل؟ قال لنا لو زودنا الانزيم كونسنتريشن هيأثر على الانزيم رياكشن ازاي؟ هو بعلاقه طرديه، يعني انا لو زودت تركيز الانزيمات وبالتالي الرياكشن هيزيد، فهو ده اللي بيقوله. بيقول لنا دلوقتي ان الانزيم كونسنتريشن لو زاد الرياكشن فيلوسيتي هتزيد وان انف سبستريت بريزنت. يبقى احنا قلنا الرياكشن والانزيم كونسنتريشن فالعلاقه بينهم علاقه طرديه، يبقى العلاقه ايه؟ علاقه طرديه. تمام. بعد كده الكو انزيم الاكتيفيتورز، قلنا طبعا بتزود شغل ايه؟ شغل الانزيم، وبالتالي العلاقه بين الاكتيفيتور وبين الرياكشن فيلوسيتي، اهو العلاقه بين مين؟ بين الاكتيفيتورز، بين مين؟ بين الاكتيفيتورز والفيلوسيتي سرعه التفاعل الكيميائي. انا حاطه حاجات تحفز اصلا شغل التفاعل الكيميائي وبالتالي هتزوده، فالعلاقه بينهم طرديه. لو زودت انت الفيلوسيتي، لو زودت انت الكو انزيم فالفيلوسيتي بتزيد، يبقى العلاقه ايه؟ علاقه طرديه بلاين كده. يبقى لو زودنا الكو انزيم كونسنتريشن الرياكشن فيلوسيتي هتزيد، العلاقه بينهم علاقه طرديه، واتفقنا ان العلامه في النص دي معناها ايه؟ علاقه طرديه عن دايركتلي بروبورشنال. ماشي، نشوف السلايد اللي بعدها. الانزيم انهبيتور، انزيم انهبيتور زي ما احنا عارفين طبعا لو انا حطيت انهبيتور على الانزيم بالتالي شغله هيقل، بالتالي سرعته هتقل. يبقى احنا قلنا هنا برضو لو انا زودت الانزيم كونسنتريشن الرياكشن فيلوسيتي بتقل. انا عندي مثلا واحد بس، عندي انهبيتور واحد فكانت سرعه التفاعل الكيميائي ما قلتش، او خليتهم اثنين سرعه التفاعل الكيميائي بدات تقل اكتر، خليتهم ثلاثه سرعه التفاعل الكيميائي تقل اكتر. يبقى كل ما بزود الحاجات المثبطات المحبطات للانزيم، كل ما بزود ايه المحبطات للانزيم، كل ما شغل الانزيم بيبدا يقل. اهو العلاقه ايه؟ علاقه كده عكسيه. ما يقول لي بقى الاي علاقتها بتوين مع الفيلوسيتي، فهي علاقه عكسيه بتكون واحد، يعني يبقى العلاقه بينهم ايه؟ علاقه عكسيه. ما يقول لي واحد اوفر حاجه كده يبقى هي علاقه عكسيه. يبقى الانزيم انهبيتور والكونسنتريشن مع الفيلوسيتي بتاعه الانزيم قلنا العلاقه بينهم علاقه عكسيه. البرودكت كونسنتريشن بالعقل يا اولاد، انا عندي مثلا سبستريت، دي السبستريت والانزيم، تمام، عملوا كومبلكس والمهم النتيجه يعني ادوني ايه؟ ادوني برودكتس. البرودكتس دي كل ما تزيد التفاعل ده بيبدا يقل، التفاعل ده بيبدا ايه؟ يقل. يعني انا عندي مثلا المصنع بتاعي عمال بينتج حاجات ينتج. طب ما البرودكتس بقت كتير، هنقول بقى ايه؟ نوقف التصنيع بقى شويه على ما نوزع البرودكتس دي، وبالتالي زياده البرودكت عملت ايه على الرياكشن؟ قللت لي سرعه التفاعل الكيميائي، قللت التصنيع. فهو هنا بالظبط كده بيقول لنا انفيرسبل رياكشن، ريفرسبل رياكشنز دي هنعرفه بعدين ما تخافوش، البرودكتس كونسنتريشن بتزيد فده بيقلل لي، لو زودنا البرودكت كونسنتريشن ده بيعمل سلوينج او ستوبج اوف اور ايفن ريفرسبل اوف ذا رياكشن، اوكي ده بيقلل سرعه ايه؟ سرعه التفاعل الكيميائي. يبقى العلاقه بين البرودكت كونسنتريشن والفيلوسيتي علاقه عكسيه. علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. ماشي، يعني ده لو زاد البرودكت، لو زادت فالانزيم اكتيفيتي بتاعته بتقل، الرياكشن كله اصلا التفاعل بتاعه بيقل. ماشي، اللي بعدها التمبريتشر. التمبريتشر سهله خالص برضو يا اولاد، بيقول لنا دلوقتي التمبريتشر العلاقه بينها وبين شغل الانزيم فهي علاقه طرديه، يعني معنى كده ان انا كل ما بزود درجه الحراره بيزيد معايا شغل الانزيم. قال لنا بس نتفق على حاجه، الانزيم هيفضل يزيد معاك ماشي ماشي خالص، يعني يفضل يزيد كل ما تزود درجه الحراره وبيزيد، كل ما تزود درجه الحراره بيزيد الى ان يصل الى نقطه معينه عندها الانزيم هيقول لك بس ان زودت درجه الحراره عن كده ده هيتقلب عليه بالعكس، يعني هيعود عليه بالعكس. ازاي؟ يعني انت مش كنت بتزود شغلي؟ لا، انا بعد كده هيقل شغلي. ليه؟ لانه هيعمل فيه دي ناتوريشن. يعني ايه دي ناتوريشن؟ حاجه زي التشوه، انتوا اكيد اخدتوها في البروتين برضو،
احنا قايلين انزيم اصلا بروتين، تشوه فيه في الاكتيف سايت بتاعه هيعمل تشوه في الاكتيف سايت بتاعه، هتيجي السبستريت علشان تشوف الاكتيف سايت اللي هي متعوده تمسك فيه مش هتلاقي الاكتيف سايت، او هتلاقيه بس مشوه فمش هتمسك فيه، وبالتالي الانزيم ده بقى عطلان، الانزيم رياكشن بتاعي بقى قليل، فالعلاقه بدات تقل من بعد ايه يعني شغل الانزيم ده بدا يقل من ساعه ما زودت درجه الحراره عن ايه عن نقطه معينه اللي هي دي. يعني احنا عندنا دلوقتي درجه الرياكشن والتمبريتشر، بتفضل درجه الحراره كل ما تزيد شغل الانزيم معايا بيزيد يزيد يزيد الى ان يصل الى النقطه دي هنقول اسمها اهوت، بعد كده ايه يقل شغل الانزيم تاني. طب ليه قل شغل الانزيم؟ لان قال لك درجه الحراره ان زادت عن حد معين بتعمل ديناتوريشن في الانزيم. هو المفروض الطبيعي في الانسان اللي هي الاوبتيمم بوينت دي تبقى 37 درجه مئويه، يبقى 37 درجه مئويه الطبيعي المفروض يعني تبقى 37 في جسم الانسان زي ما هو قايل هنا الاوبتيمم تمبريتشر اوف موست انزيم از كام 37، تبقى 37 درجه مئويه. 37 ايه؟ 37 درجه مئويه عندها الانزيم بيبقى وصل لاقصى درجه اللي هي درجه حراره جسم الانسان، يعني عندها بيوصل الانزيم لاقصى ايه لاقصى شغله. من بعد كده لو بدات تزود درجه الحراره بيبدا شغل الانزيم يقل لانه بيحصل له ديناتوريشن يعني التشوه، الاكتيف سايت بتاع الانزيم بيبدا يحصل فيه تشوه السبست ريت لما بتيجي مش بعرف تمسك فيه، وبالتالي شغل الانزيم ده عطلان خالص مش شغال معايا، وبالتالي الرياكشن او الفيلوسيتي بتاعه الرياكشن بتبدا تقل. نقرا السلايد، قال لنا الاوبتيمم تمبريتشر اوف موست 37، قلنا اي زياده او نقص في التمبريتشر اواي فروم ذا اوبتيمم بوينت او الاوبتيمم تمبريتشر دي لو زودنا بيعمل ديناتوريشن. طب لو قللنا برده ايه بتقل درجه الحراره، عارفه ان هي بتزيد اهي الى ان نصل للصفر يا ولاد. لو وصلنا للصفر فهو اصلا يعتبر الانزيم لسه بادئ الشغل بتاعه، يبقى الانزيم لسه ايه لسه بادئ الشغل بتاعه من هنا، فعند الزيرو بوينت عند الزيرو ما كانش فيه اي اكتيف، كان ان اكتيف، يبقى عند الزيرو ما تنسوش ان الانزيم كان ان اكتيف، الانزيم كان انكتيف عند الزيرو، بدا يبقى كل ما زود درجه الحراره التفاعل يزيد، كل ما زود التفاعل يزيد 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 الى ان يصل الى 37، وصل لاقصى درجه حراره بنسميها اوبتيمم تمبريتشر اللي عندها الانزيم وصل للفي ماكس بتاعته، وصل لاقصى درجه عندها. بعد كده الانزيم بيبدا لو زودنا درجه الحراره بعد كده بيبدا شغل الانزيم يقل تاني. طالما شغل الانزيم بيقل ده بيحصل بسبب ديناتوريشن، قال لك تحديدا بتحصل من عند درجه الحراره 56، يعني الانزيم لو وصل درجه الحراره هو بيفضل شغله يقل يقل يقل، لكن التشوه بيحصل عند درجه حراره 56، يبقى التشوه بيحصل عند درجه حراره 56. طب والبوينت اللي هي دي الاوبتيمم تمبريتشر للانزيم بيبقى وصل لاقصى درجه من النشاط واقصى فيلوسيتي عنده قلنا 37، قلنا ان هي بتبقى كام 37 انما دي بتبقى 56، يبقى قلنا عند اباف 56 درجه مئويه اكتر من 6 من عند 56 بقى وانت وبتزود معانا فبيحصل ديناتوريشن، السبستريت مش بتقدر تتعرف على الاكتيف سايت بتاعها، عند زيرو بيكون ان اكتيف. بس ده اللي كان في السلايد. بعد كده البي اتش، قال لنا البي اتش بقى درجه الحراره بتاعه الانزيمات كانت ثابته لكل الانزيمات، يعني اقصى درجة حرارة الإنزيم بيشتغل عندها بيكون البلست بتاعته أقصى ما يمكن كانت 37، دي لكل الإنزيمات اللي موجودة في جسم الإنسان. أما البي اتش بقى لكل إنزيم بي اتش معينة، يعني في إنزيمات بتشتغل في الوسط الحمضي وإنزيمات بتشتغل في الوسط القلوي. لو أنتوا فاكرين الإنزيم اللي كان بيشتغل في الوسط الحمضي من تالتة ثانوي اللي هو الإنزيم اللي كان بيفرز في المعدة اللي هو البيبسين، يبقى البيبسين دوت كان بيفرز في إيه؟ في وسط حمضي. انزيمات تانية بقى بتشتغل في وسط قلوي، لو جبناها في وسط حمضي مش هتشتغل، لو حطيناها في وسط قلوي هتشتغل. زي مين بقى اللي بيشتغل في وسط قلوي؟ الاماليز. يبقى البيبسين بيشتغل في وسط حمضي تحديدا او بيكون اقصى سرعته عند اللي هو عند مين؟ عند البي اتش 2 كده بالظبط، والاماليز بتكون اقصى سرعه له برضو او اقصى شغل له بيكون عند ايه؟ بيكون عند البي اتش بتاعته بتكون 7، يبقى البي اتش 7 الاماليز بيشتغل اقصى سرعه عنده، اما بالنسبه للبيبسين فبيشتغل باقصى سرعه عنده عند 2. نقرا بقى لنا الاوبتيمم بي اتش از ذا بي اتش ات ويتش ذا انزيم از اوبتيمالي اكتيف، ما هو زي درجه الحراره بالظبط، الانزيم بيفضل يزيد كل ما شغل الانزيم بيفضل يزيد كل ما نزود البي اتش، يبقى كل ما بزود البي اتش اهو كل ما زود البي اتش هنا مثلا كل ما زود البي اتش فايه فشغل الانزيم بيزيد معاه يفضل يزيد يزيد الى ان يصل الى مين؟ الى النقطه دي اللي هي دي بقى يعني كده اللي هو الخط ده كده، النقطه دي بيكون الانزيم وصل لحاجه اسمها ايه؟ وصل لحاجه انا عايز اظبطها بس شويه اللي هو هنا كده، النقطه دي يا جماعه اللي هي دي الخط اللي نازل ده عند مين؟ عند حاجه اسمها اوبتيمم بي اتش، بيكون الانزيم وصل لاقصى درجه من ايه؟ اقصى درجه من النشاط بتاعه. يبقى بنقول الاوبتيمم بي اتش از ذا بي اتش ات ويتش ذا انزيم از اوبتيمالي اكتيف اتش انزيم هاز اوبتيمال بي اتش. اي زياده او نقص في البي اتش، اي زياده او نقص في البي اتش اوي يعني كل ما بنبعد او نقرب من كل ما نقرب من البي اتش اكتر اللي هي المفروض الانزيم يشتغل عندها باقصى سرعه كل ما نشاط الانزيم بيزيد، انما كل ما ببعد عنها كل ما نشاط الانزيم بيقل. فهو هنا بيقول لنا اني اي زياده او نقص في البي اتش اواي فروم ذا اوبتيمم بي اتش الانزيم اكتيفيتي بتاعه بيقل. طيب تمام، يبقى انا كل ما بقرب من شغل الانزيم يعني انا عندي الاوبتيمم بي اتش دي اقصى سرعه بيشتغل عندها بيكون الانزيم شغال بقى خلاص، كل ما بقرب منها فالانزيم بي ايه نشاطه بيزيد كل ما بقرب اهو. طب لو ببعد عنها يبقى نشاط الانزيم بيبدا يقل معانا. بعد كده اكسبوجر تو سترونج اسيديتي، لو احنا عرضناه للحامضيه القويه قوي او الالكلين القويه قوي يعني خلاص بقى لو انا الانزيم ده شغال قوي، تخيل بقى انا رحت حطيته في حمض قوي، هو المفروض يشتغل في قلوي انا رحت حطيته في حمض قوي هيحصل له ديناتوريشن، وكذلك الانزيمات اللي هي بتشتغل في وسط حمضي رحت حطيتها في الكلاين اللي هو سترونج الكلاين برضه هيحصل لها ديناتوريشن. احنا قلنا ديناتوريشن يعني الاكتيف سايت بيبدا ايه يحصل فيه
بيحصل فيه تشوه، فالسبستريت وهي جامد بتقدر تتعرف على الاكتيف سايت بتاعها فمش بتمسك فيه، فبالتالي شغل الانزيم بيقل. هو هنا بيقول لنا ان الديناتوريشن دي حاجه الريفرسبل، يبقى الديناتوريشن دي حاجه ايه؟ الديناتوريشن يا ولاد هو برده مش ماشي، الديناتوريشن حاجه الريفرسبل يعني التشوه ده مش بيرجع تاني، مش يعني الانزيم مش بيتعالج من التشوه اللي حصل له ده بعد كده، هو خلاص حصل له ديناتوريشن خلاص. طيب تمام، نشوف السلايد اللي بعدها الالوستريك ريجوليشن. قلنا لكم الالوستريك ريجوليشن حاجه جديده هنعرفها في الفيديو معانا. قال لك اول حاجه فيها ماشي، بصوا عندنا دلوقتي يا اولاد احنا متعودين ان الانزيم عليه اكتيف ايه؟ اكتيف سايت، ده الاكتيف سايت اللي بتيجي ان السبستريت تمسك فيه. قال لك ربما يكون عليه مكان تاني بنسميه الستريك ريجوليشن. الستريك ايه؟ الستريك ريجوليشن، في ماده هتيجي برده تمسك فيه، الماده دي ربما تكون اكتيفيتور للانزيم وربما تكون ايه؟ انهبيشن للانزيم. يبقى على حسب الماده اللي جت مسكت فيه دي، يا اما تكون بتزود شغل الانزيم يا اما هتكون بتقلل لي ايه؟ بتقلل لي شغل الانزيم. تمام، يبقى الستريك ريجوليشن الماده على حسب الماده اللي هتيجي تمسك فيه، على حسب ايه؟ على حسب الماده اللي هتيجي تمسك في الالستريك سايت. تعال نقرا كده، قال لنا سام انزيم كونتين ان الستريك سايت اللي هو المكان الثاني اللي احنا رسمناه كده، وقلنا هيجي في مكان هنا ثاني هتيجي فيه سبستريت تمسك، فده بيسموه الستريك سايت. ده الالستريك ايه؟ الالستريك سايت. انما ده بقى احنا عارفين ان هو الايه؟ الاكتيف سايت. هو مشوه شويه بس يلا عشان الرسم ماشي. سام انزيم كونتين ان الستريك سايت واذر انزيم اذر زان، يعني بالاضافه الى الاكتيف سايت، ما هو لازم اصلا يبقى في الانزيم اكتيف سايت عشان تيجي السبستريت تمسك فيه. بالاضافه لكده بقى انزيمات ثانيه مفضله عن باقي الانزيمات عندها الستريك سايت، بس على حسب برده الماده اللي هتيجي تمسك في الستريك سايت دي، هل هي هتكون اكتيفيتور ولا هي هتكون انهبيتور. قال لنا بايندنج اوف الستريك اكتيفيتور تو ذا الستريك سايت كونفورميشنال تشينج ان ذا اكتيف سايت، بتعمل تغيرات في الاكتيف سايت، يعني هي مش بتروح بس السبستريت تمسك. انا قلت لكم ربما بقى تكون ايه؟ بتحفز شغل الانزيم او بتقلل شغل الانزيم، يبقى اما هتكون محفزه لايه؟ لشغل الانزيم او مقلله لشغل الانزيم. قال لنا طيب ليه هي هتكون محفزه؟ على اساس ايه بقى هي هتحفز؟ وعلى اساس ايه هي هتقل؟ قال لنا هتروح تاثر على الاكتيف سايت، ان راحت نشطت وخلت السبستريت تمسك فيه اكتر خلاص هي محفزه، ان عملت بقى فيه تغيرات وبوظت الدنيا خلقها هناك والسبستريت دي بقى ما قدرتش تتعرف على الاكتيف سايت ده فبالتالي هتعمل انهبيشن. تعالوا بقى نكمل كده. قال لنا دلوقتي ايه؟ قال لنا بايندينج اوف الستريك اوف الستريك اكتيفيتور تو الستريك سايت، وهنا ايه؟ اكتيفيتور. الستريك اكتيفيتور جبت ماده اكتيفيتور اللي هي الستريك اكتيفيتور مسكتها في الستريك سايت، فهتعمل لي تشينجز في الاكتيف سايت هتاثر عليه. مور سبستريت بايندينج، سبستريت هتيجي الله ده احنا بنحب مين؟ بنحب الاكتيف سايت ده قوي قوي، هيجي مور سبستريت بايندينج انزيم سبستريت هتيجي تمسك كتير قوي فهتزود لي شغل الانزيم. طيب بالعكس بقى، لو انا جبت الالستريك او السبستنس اللي احنا قلنا بتيجي تمسك في الالستريك سايت ده كانت انهبيتور، اللي هو دي بايندينج اوف الستريك انهبيتورز تو الستريك سايت، جت انهبيتور مسكت في الالستريك سايت، السبستنس اللي جت انا بعيد تاني اهوت كانت انهبيتور جت تمسك في الالستريك سايت، انا تعمل برده تشينجز في الاكتيف سايت ده ايه؟ بتقلل لي بقى شغل مين؟ البايندينج، يعني السبستريت هتيجي تمسك مش هتلاقي الموقع اللي هي بقى بتمسك فيه المعتاد عليه فتبعد بقى، وكذلك بقى ايه؟ السبستريت فتقلل لي شغل الانزيم. الالستريك انزيم كاترايز الريفرسبل رياكشن، عارفين يعني ايه الريفرسبل؟ حاجه ما ترجعش كلامها تاني، يعني دلوقتي لو الالستريك انزيم ده كان انهبيتور اعرف ان الانزيم او السبستريت دي مش هتيجي بعد كده تلاقي طالما الالستريك مشت. احنا عندنا دلوقتي قلنا في ماده بتيجي تمسك في الانزيم يا اولاد من موقع تاني بنسميه الستريك سايت، وقلنا على حسب الماده دي هل هي محفزه ولا هل هي مثبطه. قال لنا مثلا كانت مثبطه، كانت ايه؟ مثبطه لشغل الانزيم. الانزيم ده طالما اتثبت مره شغله وقف مره خلاص الانزيم مش هيشتغل تاني، ليه؟ لان الماده دي طالما اتحطت مش هتتشال تاني، اقصد ريفرسبل يعني حاجه مش بترجع تاني. يبقى الالستريك انزيم كاتاليز الريفرسبل رياكشنز، يعني وقف شغل الانزيم خلاص مش هيشتغل تاني، طب لو اشتغل برضه هيفضل يشتغل مش هيبقى شغل تاني. الالستريك انزيم فريكوينتلي كاتاليز ذا ايرلي ريت ليميتنج ستيب الريفرسبل رياكشن ميتابوليك باسوي ذا كي انزيم اوف. السطر الاخير بقى بيقول لنا فيه برضو معلومه كده ناخد بالنا منها، بيقول لنا دلوقتي احنا قلنا ان الالستريك افكتورز دول بيكونوا ريفرسبل، يعني ايه؟ يعني لو حاجه حصل لها انهبيشن خلاص استحاله ترجع تاني، فهو بيقول لنا عندهم فيدباك انهبيشن. يعني ايه بيعملوا فيدباك انهبيشن؟ يعني انا دلوقتي لو الانزيم ده بيزود شغل التفاعل الكيميائي، يعني الانزيم ده انا كل ما زوده مثلا زودت الانزيم فبيرجع يقلل لي شغل التفاعل الكيميائي. عندنا برضو على حسب الالستريك، لو هم محفزين لو هم بيزودوا لي شغل الانزيم فبيرجعوا لي ببوزيتيف فيدباك على الانزيم فبيزودوا شغله، انما لو هم انهبيتورز فبيرجعوا يعملوا لي نيجاتيف فيدباك. فهو الحته اللي هنا دي بقى يقصد بيها الالستريك دول بيكونوا ايه؟ برودكتس اوف ذا باسوي ذات ايه؟ ذات كوزز فيدباك انهبيشن اوف ذا الستريك انزيمز. بس هو يعني كل اللي قلناه او كل اللي عايزاكم تعرفوه هنا ان في الستريك سبستانس بتيجي تمسك في الالستريك سايت ده برده مكان زي الاكتيف سايت موجود على بعض الانزيمات بالاضافه للاكتيف سايت بتاعهم، ان ربما تكون اكتيفيتور ربما تكون انهبيتور، لو اكتيفيتور هتزود لي شغل الانزيم او انهبيتور هتقلل لي شغل الانزيم، قلنا ان هي بتكون ريفرسبل رياكشنز يعني ما ينفعش ارجع تاني في كلامي بعد ما ايه ما عملت انهبيشن لشغل الانزيم، قلنا في الاخر الفيدباك انهبيشن دي يعني بترجع تعمل ايه؟ فيدباك انهبيشن، يعني انا لو حطيت الالستريك دي العائد اللي هي بتعمله على الرياكشن بيبقى ايه؟ بيبقى انهبيشن اللي هو نيجاتيف فيدباك. يعني مش تعالوا بقى هنا كده بيقول لنا الانزيم دي برده صوره ليها، قال لنا ده الانزيم عنده اكتيف سايت وعنده الستريك سايت. الالستريك سايت على حسب بقى الماده دي انهبيتور ولا الماده دي اكتيفيتور، انا لو اكتيفيتور فهتعمل الستريك اكتيفيشن، انما هنا لو هي انهبيتور هتعمل الستريك انهبيشن، بس ده اللي يقصده من هنا. اخر حاجه الكوفلنت موديفيكيشن، يعني ايه كوفلنت موديفيكيشن؟ دي معناها عمليه
ذا بروسس يعني ايه اللي بيحصل؟ قال لك نقص او زياده في الانزيم اكتيفيتي. طب النقص او الزياده في الانزيم اكتيفيتي ده معتمد على ايه؟ على اديشن اور ريموفال، على اضافه او ازاله جروب ان ذا بروتين بورشن اوف ذا اندايم. يعني انا عندي كتله الانزيم احنا قايلين هي بروتين، قلنا لو حطينا جروب عليها او شلنا منها جروب، يعني انا عندي الانزيم اهوت بيقول لنا احنا شلنا مثلا الجزء ده منه، تمام؟ ربما الجزء ده لما اشيله يكون محفز او يكون مثبط. طب انا جبت مره تانية، رحت جبت برده حاجه اللي هو ضفت بقى جزء بروتيني تاني على الانزيم، قال لنا برده ربما يكون الجزء اللي انت ضفته ده يكون محفز او مثبط. تعالوا نقرا كده، بيقول لنا دلوقتي الكوفلنت مودفيكيشن از ايه، ان احنا بنقلل او نزود الانزيم اكتيفيتي باي اديشن اور ريموفال اوف ا جروب ان ذا بورشن اوف ايه ان ذا بروتين بورشن اوف ذا انزيم باي اذر انزيم بانزيم تاني. طب ايه بقى يعني دلوقتي الجزء اللي اتقطع من الانزيم ده كده، مش انا قلت هشيل الجزء ده وربما يكون محفز او مثبط وهضيف ممكن تاني على انزيم تاني خالص، يعني مش هشيل واحط في نفس الانزيم، لا انا هحط انزيم على انزيم تاني جزء تاني ربما يكون محفز او مثبط. طب ايه بقى الحاجه اللي جت ربطت بين الجزء ده وبين الانزيم؟ قال لنا انزيم تالت برضه، يبقى انزيم ايه؟ انزيم جديد خالص جربط بين الانزيم ده او شال من الانزيم ده، يبقى هو اللي اسمه هنا بيقول لنا سيس جروب اتاتشد باي كوفالنت بوند تو امينو اسيد ريسبتور ايه ذا انزيم ذا اديشن اوف ريموفال اوف سيس جروب تشينج ان مين ان بايندينج اكتيفيتي تو السبستريت. طبعا هيغير من البايندينج اكتيفيتي يعني الاكتيف سايت والسبستريت، هل السبستريت هتمسك كتير بعد ما اضيف الجزء ده على الانزيم او بعد ما اشيل الجزء ده على الانزيم؟ ده يعتمد برضو على الجروب اللي انا جايباها، هل هي محفزه ولا هل هي مثبطه. ذا موست امبورتنت جروبز ار فوسفيت والميثايل واليوريدين، دي الجروبس اللي انا اقدر اجيبها احطها على الانزيم او اقدر اشيلها من الانزيم، او اليوريدين او الادينين او الاي دي بي رايبوز. ماشي، بعد كده الاكزامبل على الكوفالنت موديفيكيشن، قال لنا ريفرسبل بروتين فوسفوريليشن موست كومن تايب اوف الكوفالنت موديفيكيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لنا دلوقتي في حاجات ريفرسبل وفي حاجات ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني حاجات انا ممكن اضيف جروب على الانزيم تكون محفزه له وان شلتها الانزيم هيرجع زي ما هو تاني، وحاجات تانية ممكن احطها على الانزيم ممكن اشيلها من الانزيم، ولكن اذا رجعتها تاني مكانها فالانزيم هيفضل شغله زي ما هو، فدي بنسميها ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ حاجه بترجع تاني للاصل بتاعها، يعني لو ضفت عليها حاجه فبتتغير اكيد، لو شلت الحاجه اللي انت ضفتها على الاصل بترجع زي ما هي تاني. بيقول لنا اديشن اور ريموفال اوف ذس جروب، اديشن اوف ريموفال اوف ايه اديشن اور ريموفال اوف ذس جروب تشينج ان ايه ان بايندينج افينيتي تو سبستريت. يعني الجزء الحاجه اللي انت هتحطها على السبستريت على الانزيم، مش احنا رسمنا هناك الرسمه وقلنا في جزء هحطه او جزء هشيله، قال لنا الجزء اللي انت بتحطه او الجزء اللي انت بتشيله اللي هو الاديشن اور ريموفال اوف ذس جروب، المجموعه اللي انت بتشيلها او بتحطها دي بتغير في الافينيتي تو سبستريت. افينيتي يعني ايه؟ يعني احتماليه ان الانزيم يمسك في السبستريت، لو هو محفز فهتزود برضو السبستريت ان هي تمسك في الانزيم اكتر، انما لو هي انهيبيشن طبعا هتقلل ايه ان السبستريت تمسك في الانزيم. قال لنا ايه الامثله على كده؟ قال لنا بروتين كاينيز اللي هم الفوسفوريليشنز بيعملوا فوسفوريليشن اوف ذا انزيم فوسفيتيز بروديوس ده بيعمل ايه؟ بيعمل دي فوسفوريليشن. انا عندي بروتين كاينيز ده بيعمل فوسفوريليشن، اما الفوسفيتيز ده بيعمل دي فوسفوريليشن، يبقى البروتين كاينيز المهم الكاينيز بيعمل فوسفوريليشن، اما الفوسفيتيز اس دي معناها كسر ماشي، فبيعمل دي فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن. قال ان الفوسفوريليتد انزيم مي بيكم اكتيف اور انكتيف اكوردنج تو انزيم ريجوليشن فوسفوريليشن اور دي فوسفوريليشن. قلنا بقى هنا عندنا البروتين كاينيز او الكاينيزز دول، يعني الكاينيزز دي بتعمل فوسفوريليشن لكن الفوسفيتيز بيعملوا دي فوسفوريليشن. قال لنا في حاجات بتقدر تتحكم في شغل البروتين كاينيز وفي حاجات بتقدر تتحكم في الفوسفيتيز، يعني تزود لي الفوسفيتيز ان انا اقدر اشيل فوسفات اكتر من ما هو معنى كلمه فوسفيتيز كسر فوسفيت، انما كاينيز بيضيف فوسفيت فبيعمل عمليه فوسفوره اسمها فوسفوريليشن، انما هنا ازاله الفوسفيت فبنسميها فوسفيتيز. ايه بقى يا ترى اللي بيأثر لي على الفوسفيتيز وايه اللي بيأثر على الكاينيز؟ هرمونات. هو ما قال لكمش هنا اسم البروتين، هو قال لنا الشغل بتاعه وخلاص، قال لنا في هرمون هيجي هيزود لي حاجه اسمها برضو ادينايل سايكليز، الادينايل سايكليز ده هيزود السايكليك اي ام بي، السايكليك اي ام بي لما تزيد البروتين كاينيز شغله هيزيد فهتزود ايه الفوسفوريليشن اوف ذا انزيم. الفوسفوريليشن يعني ايه؟ يعني فوسفوره، يعني هنضيف فوسفات اكتر، تمام؟ يبقى بس عايزاك تعرفوا الادينايل سايكليز هيزود السايكليك اي ام بي لما يكون في كاينيز، يبقى الكاينيز كده شغله زاد. طب نيجي للهرمون تاني، الهرمون التاني بيزود حاجه اسمها الاستريز، يعني استريز فهيزود فهيقلل لي شغل السايكليك اي ام بي. شغل السايكليك اي ام بي لما يقل البروتين كاينيز، البروتين كاينيز ايه شغله هيقل، فدي فوسفوريليشن اوف ذا انزيم، فبالتالي الانزيم يحصل له ايه؟ دي فوسفوريليشن. الهرمون فوسفيتيز دي فوسفوريليشن اوف ذا انزيم، فكده الفوسفيتيز هو اللي زاد لان انا قللت بالفعل شغل مين؟ الكاينيز. طالما قللت شغل الكاينيز هما الاثنين عكس بعض، كاينيز بيضيف فوسفيت لكن الفوسفيتيز بي ايه بيشيل فوسفيت، لما انا اقلل شغل الفوسفيت الكاينيز يبقى هيعمل دي فوسفوريليشن، معنى كده ان ايه؟ ان الفوسفيتيز شغله هو اللي زاد اللي هو دي فوسفوريليشن. بس احنا قلنا هنا الريفرسبل بروتين فوسفوريليشن موست كومن تايب اوف الكوفالنت موديفيكيشن، قلنا في عندنا دي اديشن اور ريموفال في جروب وهي اللي بتتحكم في الافينيتي تو سبستريت ان الانزيم يمسك السبستريت، قلنا في كاينيز وفي فوسفيتيز، الكاينيز فبيعمل فوسفوريليشن اما الفوسفيتيز بيعمل دي فوسفوريليشن. قلنا في حاجات بتاثر على الكاينيز وبتاثر على الفوسفيتيز هي هرمونات، هنا بتزود السايكليك اي ام بي وبالتالي السايكليك اي ام بي لما بيزيد بيزود ايه؟
بيزود الكاينيز، انما هنا الفوسفيتيز بتقلل السايكل كي ام بي، وبالتالي الكاينيز بيبدا شغله يقل، وطالما الكاينيز شغله الفا بيعمل دي فوسفوريليشن اللي هو بقى شغل مين دلوقتي؟ الفوسفيتيز. السلايد اللي بعدها بيقول لنا ده المثال الثاني على الكوفلنت موديفيكيشن. نشوفه قال لنا حاجه اسمها برو انزيم. برو انزيم يعني انزيمات بتبقى ان اكتف لسه، قبل ايه؟ قبل ما تبقى اكتف، بنسميها زايموجين اكتيفيتد باي ليميتد بروتيورايزز. قال لنا اول حاجه البرو انزيم او الزايموجين دول بيكونوا ان اكتف اوف ذا انزيم باي كاتنج سام ايه. طب انا عايز احولهم لاكتف، فاحنا بنقطع بعض البيبتايد بوند منهم، يعني بنشيل جزء من الانزيمات دي، بشيل جزء من الانزيمات اللي هي البرو انزيم، بشيل منها جزء يعني بقطع. هو احنا قايلين اصلا ان الانزيم بيكون بروتين، يعني كله امينو اسيدز ماسكه مع بعضها ببيبتايد بوند، فانا بقطع حبه بيبتايد، بقطع حبه امينو اسيدز من عند البيبتايد بوندز بتاعتهم دول، وبشيل الجزء ده خالص برميه. فلما بتشيل الجزء ده خالص الانزيم بيتحول عندي على طول لاكتيف. يبقى بيقول لنا هنا البرو انزيم او الزايموجين اللي هما الانكتيف انزيم از انكتيف هما باي كاتنج سام سبيسيفيك ايه بيبتايد بوندز تشينج ذا كونفورميشن اوف ذا انزيم تو بيكام اكتيف انزيم ذات كان بايند ذا سبستريت. ده بقى اللي ايه يقدر يمسك في السبستريت اللي هو بعد ما شلنا منه ايه بعض البروتينز او بعض البيبتايد بوندز تحولناه لاكتيف على طول. بعد ما تحول لاكتيف طبعا هيمسك في السبستريت دي، بتكون ايه ريفرسبل. ليه بقى ريفرسبل؟ الريفرسبل لان انا لو شلت جزء من البروتين ده ما ينفعش هيجي اربط الروابط مع بعضها تاني، مش هينفع. يعني لما بتقطع رابطه بيبتدي خلاص مش هينفع تيجي تربطها تاني. طالما مش هينفع تتربط تاني مش هينفع الانزيم تاني يرجع لان اكتف. يعني هو دلوقتي بقى اكتف معايا بعد ما شلت جزء منه، مش هينفع يتحول تاني معايا لان اكتف. طالما مش هينفع يتحول لان اكتف معايا يبقى اسم العلاقه دي ريفرسبل، يعني ما اقدرش ارجع تاني. زي مين؟ قال لك البيبسينوجين. البيبسينوجين ده اللي هو البرو انزيم بتاع او الزايموجين بتاع مين؟ بتاع البيبسين اللي بيشتغل في المعده. بيقول لنا هو ان اكتف طبعا البيبسين، كلمه جين دي اصلا معناها inactive، فهو inactive زايموجين. بعد ما بنشيل منه جزء فبيتحول لمين؟ بيتحول لبيبسين. هو بيبقى على السهم HCl. فبعد ما بيتحول لبيبسين ايه اللي طلع معايا؟ بيبسين من الجزء الثاني البيبتايد بوندس اللي طلعت معانا ودتنا مين؟ البيبسين. هو بقى الاكتيف انزيم، يبقى البيبسين هو اكتيف انزيم طلعت معاه البيبتايد بوند. كل اللي قلناه هنا البرو انزيم اكتيفيتد باي مين؟ باي ليميتد بروتيولايزز. البرو انزيم او الزايموجين از انكتيف، بيكون انكتيف. بعد كده بشيل منه جزء عن طريق البيبتايد بوند بقطعها، بعد ما بنقطعها على طول بيصبح اكتيف انزيم. وبعد ما بيصبح اكتيف انزيم بيبدا يمسك في مين؟ في السبستريت. قلنا ان دي بتكون ريفرسبل. زي مين مثال عندنا؟ البيبسينوجين. بعد ما بيتحول لبيبسين البيبسين هو اللي اكتيف اللي بيتحط على سم اتش سي ال. نراجع بس كده لان كده كوفلنت مودريكيشن هنا مثال اهو يا اولاد. قال لنا ايه بقى الديفوسفوريليتد بروتين؟ عندي بروتين متشال منه الفوسفات، عايز ارجع الفوسفات بانزيم، الانزيم اسمه كاينيز. طيب حولناه الفوسفوريليتد فوسفوريليتد بروتين، عايز اشيل من الفوسفوريليتد بروتين ده واشيل منه الفوسفات. طالما شلت الفوسفات هيتحول لديفوسفوريليتد. الانزيم بقى اللي بيشيل فوسفات اسمه فوسفاتيز. ايز دي معناها مكسر. طب مجموعه الفوسفات دي بتروح على الاي دي بي بتحول لاي تي بي. وهنا برضو مجموعه الفوسفات اللي هنا اللي انا حطيتها على الديفوسفوريليتد عشان تتحول لفوسفوريليتد جبتها من الاي تي بي وبعدين تتحول لاي دي بي. هنا الزايموجين اللي هو كان ان اكتف وتحول في النهايه الاكتف انزيم بان احنا شلنا جزء منه. طيب تمام. قبل ما نبدا في الانزيم انهبيتورز نراجع بس بسرعه كده. قلنا الفاكتورز اللي بتاثر على الانزيم، الفاكتورز بتاثر على مين؟ على الانزيم هم. قلنا سبستريت، قلنا العلاقه بينهم طرديه الى ان تصل الى الفي ماكس او الاوبتيمم ايه الاوبتيمم بوينت اهيت. الى ان تصل الى مين؟ الى الاوبتيمم بوينت دي اللي هي عندها الفي ماكس. قلنا في حاجه اسمها نص الفي ماكس اللي هي الهاف في ماكس، بتبقى عندها حاجه اسمها الكي ام. مش بعد كده ده اللي احنا قلنا في العلاقه بينهم ايه؟ علاقه طرديه الى ان تصل الى الفي ماكس. بعد كده بتثبت بقى هنا قلنا ما ننساش اللي هو ثابت مايكل ميلتون اللي هو عند مين؟ اللي هو السبستريت كونسنتريشن. سبستريت كونسنتريشن عند نص الفي ماكس. قلنا الانزيم كونسنتريشن العلاقه بينهم برده طرديه اهي. العلاقه بينهم ايه؟ العلاقه بينهم طرديه. تمام اهي. انزيم كونسنتريشن رياكشن بيزيد، يبقى انا لو زودت الكونسنتريشن بتاع الانزيم الرياكشن بيزيد. هنا بقى الاكتيفيتورز بالاسم من اسمها كده اكتيفيتور اكو انزيم، فدي عوامل بتساعد اصلا الانزيم انه يشتغل، فبالتالي الرياكشن هيزيد. في علاقه ايه؟ طرديه دايركت بروبورشنال برده. اما الانزيم انهبيتورز فهي عكس الايه؟ الاكتيفيتورز، يعني شغل الانزيم هيقل معايا. يبقى شغل الانزيم هيقل لما فيلوسيتي، قلنا اللي هي سرعه التفاعل الكيميائي اللي هي رياكشن فيلوسيتي، بتقل لو حطينا مين؟ انهبيتور. فالعلاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. هنا برضو البرودكت لو زودنا الانتاج وبالتالي الشغل الانزيم هيوقف، عمل الانتاج يقل شويه، يبقى هي بتكون ريفرسبل. يعني اول ما الانتاج ده هنبدا نتخلص منه ويبدا البرودكت دي ترجع للطبيعي بتاعها، الانزيم برضو شغله هيبدا يزيد تاني، فهي ريفرسبل يعني بيرجع تاني. فقلنا البرودكت بيعمل ايه لو زاد؟ بيقلل شغل الانزيم. هنا التمبريتشر قلنا بتفضل برضو تزود شغل الانزيم، تزود لحد ما بتوصل للاوبتيمم تمبريتشر. عند الاوبتيمم تمبريتشر دي الانزيم بيبدا شغله يقل، يقل عند درجه 56 درجه مئويه في جسم الانسان، بيبدا يحصل ديناتوريشن يعني تشوه في الاكتيف سايت، فالانزيم اصلا مش متعرف عليه السبستريت. قلنا عند زيرو، الانزيم بيبقى انكتيف. هنا قلنا البي اتش برضو بيفضل يزيد، برضو شغل الانزيم بيفضل يزيد زي التمبريتشر خالص اهيت، بس بيجي عند الاوبتيمم تمبريتشر ويبدا برضو درجه نشاط الانزيم او شغله بيبدا يقل تاني. وقلنا ايه الفرق بين التمبريتشر وبين البي اتش؟ ان التمبريتشر درجه الحراره اللي هي بتبقى اوبتيمم تمبريتشر بتكون 37، انما هنا الاوبتيمم بي اتش، الاوبتيمم بي اتش بتختلف من كل انزيم لانزيم. زي مثلا بيبسين عندكم 2 والاميليز بتكون في 7.
هنا الالستريك ريجوليشن قلنا دوت سبستانس هتيجي تمسك في مين، هتيجي تمسك في الالستريك سايت، على حسب السبستانس دي هل هي هتكون اكتيفيتور ولا هل هي هتكون انهيبيشن، فهي على حسب ايه. قال لنا دي اما اكتيفيتور فده شغل انزيم، اما تكون انهيبيتور هتقلل شغل الانزيم. قلنا ده تفاعل ريفرسبل يعني مش هينفع يرجع تاني. قلنا بتعمل فيدباك انهيبيشن لو كان الالستريك ايه، لو كان الالستريك اللي هو السطر الاخير ده لو كان الالستريك انهيبيشن. طيب تمام، ممكن شرحنا الرسمه دي. الكوفلنت موديفيكيشن قلنا دي بروسيس اوف ايه، اوف ان انا ازود او اقلل بزود او اديشن او ريموفال جروب من البروتين على الانزيم، فهي هتكون برضو يا اما هتزود شغل الانزيم يا اما هتقلل شغل الانزيم، فهي اديشن او ريموفال اوف ذا جروب هتتشينج مين البايندينج تو سبستريت. والماده اللي بنضيفها دي في منها بقى ايه الجروبز دي، الفوسفيت والميثايل واليوريدين والادينين. ماشي، جينا اول مثال عندنا قلنا ان هو يعني هو بيتكلم عن الفوسفيت جروب، هي بتكون ريفرسبل بسهوله خالص، يبقى فوسفيت جروب هي بتكون ريفرسبل، يا اما لو زودناها فبتبقى كاينيز، لو شلناها من الانزيم بتكون ايه، بتكون لو انا شلتها من الماده، لو جبت انزيم عشان يشيل الفوسفيت دي بنسميها فوسفيتيز. قلنا شغل الفوسفيتيز ده بيزيد لو انا قللت السايكليك ام بي، شغل الكاينيز بيزيد لو انا قللت ايه، لو انا قللت السايكليك ام بي. قلنا في هرمون بيجي برده هو اللي بيزود مين الادرينال سايكليز، الادرينال سايكليز لو زاد السايكليك ام بي بيزيد فالكاينيز بيزيد شغل، انما التاني بقى بيقل السايكليك ام بي والبروتين كاينيز بيبدا يقل شغله، فبتحصل دي فوسفوريليشن اوف انزيم وبالتالي ايه الفوسفيتيز هو اللي بيشتغل. وجينا هنا برده قلنا اللي هما الانكتيف انزيمز، الانكتيف انزيمز لو انا شلت منهم جزء عن طريق قطع بعض الروابط عن طريق قطع بعض الروابط فالانزيم بيتحول لايه، لاكتيف. اعتقد اننا فاكرين السلايد دي، احنا كده اتكلمنا عن اول ايه، ده قلنا في الفيديو الاول وده في الفيديو الاول وده في الفيديو الاول وده برضو في الفيديو الاول. اتكلمنا بقى دلوقتي عن الفاكتورز بتاثر على الانزيمز، هناخد دلوقتي حالا الانزيم انهيبيتورز. هناخد مين الانزيم انهيبيتورز؟ الانزيم انهيبيتورز هنا هنتكلم عن حاجتين، ريفرسبل انهيبيتورز والريفرسبل انهيبيتورز. في البدايه كده زي ما احنا عرفنا الريفرسبل حاجه لو انا عملتها ممكن ترجع للاصل تاني، يعني لو زودت شغل انزيم ممكن يرجع تاني يبقى مش شغال، لو انا عملت لها انهيبيشن ترجع تاني اكتيف عادي. اما الريفرسبل لو حاجه عملت لها انهيبيشن استحاله ترجع تاني اكتيف. تمام، طيب السلايد اللي بعدها برضو تاكيد عليها او زي حاجه كده هتثبت لكم المعلومه شويه. قال لنا الانزيم انهيبيتورز قلنا في ريفرسبل وريفرسبل زي ما قلت في السلايد الثانيه. الريفرسبل انهيبيتورز دول بيكون في منهم ثلاث انواع، كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف وان كومبيتيتيف. ركزوا في كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف وان كومبيتيتيف. اما الريفرسبل ففي منهم سبيسيفيك وسويسايد، دي هنعرفها يعني برضو مع بعض ما تخافوش. الريفرسبل بس اللي هما ايه اللي كان السطر الاول في السلايد دي اللي هو اللي فوق ده، لنا ريفرسبل انهيبيتورز اللي هما الكومبيتيتيف انهيبيتورز ونون كومبيتيتيف انهيبيتورز وان كومبيتيتيف انهيبيتورز. بينا بقى كده بسم الله. اول حاجه الكومبيتيتيف انهيبيتورز بسرعه كده عشان ما اطولش عليكم، هنطلع بالمعلومات اللي ايه اللي انا عاملها لكم بالاحمر دي. هما سيميلر في الاستراكشر، يعني ايه اصلا كومبيتيتيف انهيبيتورز؟ كومبيتيتيف دي اللي فاكرها معناها تنافسي، انهيبيتورز تنافسيه، عندي سبستريت في شبيه ليها انهيبيتور، في انهيبيتور شبيه ليها، فلما بيجي عند الانزيم الانزيم مش بيبقى عارف هيمسك في مين، هيمسك في الانهيبيتور ولا هيمسك في السبستريت. قال لنا بس انا كنت عايزاكم برضو تبقوا فاكرين وحاطين في دماغكم ان الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف والان كومبيتيتيف بيكونوا ايه ريفرسبل، زي ما قلنا في السلايد دي ايه ريفرسبل، يعني الحاجه اللي هعملها انهيبيشن ينفع تاني تبقى ايه تبقى اكتيف تاني. فدلوقتي هما في الكومبيتيتيف اول حاجه اول معلومه اللي هنقولها ان هما سيميلر في الاستراكشر بتاعهم، شبه مين السبستريت، زي البنتين التوأم دول اللي عمالين يتخانقوا، الانزيم مش عارف هيمسك في مين بالظبط، في الانهيبيشن ولا في السبستريت على حسب بقى. طيب دلوقتي تاني حاجه ان هما كومبيت اهو، كومبيت وذ سبستريت يعني الانهيبيتورز دول بيروحوا يتنافسوا مع السبستريت فور بايندينج تو ذا اكتيف سايت اوف ذا انزيم. تالت حاجه بايند تو فري انزيم اونلي، يعني ايه بتروح تدور على الانزيم اللي هو فري يعني مش ماسك فيه اي حاجه، فري انزيم اونلي السبستريت اوفر كام الانهيبيشن. طب انا قلت اصلا ان هما ايه ان هي ريفرسبل، فبتقدر تتغلب على يعني ممكن السبستريت دي اولاد تتغلب على الانهيبيشن. طب تتغلب على الانهيبيشن ده بايه؟ بان انا ازود الكونسنتريشن بتاعها، خليت عندي سبستريت كتير وبالتالي لو انهيبيشن واحده اللي جايه السبستريت هي اللي هتكسب وهتروح، اكيد واحده منهم هتلحق. يعني كده عندنا ادي السبستريت ادي الانزيم وعندي مثلا دي انهيبيشن ودي السبستريت، ادي السبستريت خليتهم ثلاثة مثلا، فكده انا ضمنت ان اكيد واحده هي اللي هي اللي هتلحق ومش هيمسك الانهيبيتور. فازاي يتغلب على الانهيبيشن؟ ان انا ازود الكونسنتريشن بتاع السبستريتس. اخر حاجه بقى الفي ماكس والكي ام، احنا عملنا لهم كيرف، عملنا الكومبيتيشن انهيبيتورز دول كيرف، جينا نشوف ايه اللي هيحصل. قال لنا بصوا الفي ماكس ما لقيناهاش اتغيرت سواء في الكيرف الاصلي، الكيرف الاصلي ده ولما الانهيبيشن الانهيبيتورز دول بقى راحوا مسكوا في الانزيم لان الانزيم الكيرف برده هو مش هو 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 نزل شويه، ولكن الفي ماكس كانت هي ايه، كانت هي هيها الفي ماكس كانت هي هيها كده. يبقى الفي ماكس كانت ايه، كانت هي هيها هنا الفي ماكس كانت نفس ايه نفس الفي ماكس، ولكن ايه اللي اتغير عندي؟ اللي اتغير عندي الكي ام. شوف الكي ام اللي هو بالاسمر ده كان الاصل، انما الكي ام الثاني اللي هو نتيجه ان الانهيبيتور جه ماسك في الانزيم، فالكي ام هي اللي ايه اللي اتغيرت، زادت ولا قلت؟ طبعا زادت، لان الخط اللي تحت ده هو اللي بيمثل الكي ام، هي اصلا سبستريت كونسنتريشن، وبالتالي الكي ام هنا ايه زادت، لكن الفي ماكس الفي ماكس زي ما هي. بسرعه كده الكومبيتيتيف انهيبيتورز بيكونوا سيميلر تو سبستريت عشان كده بيحصل في منهم تنافس عند الاكتيف سايت، كومبيت
بتمسك فيه الفري انزيم السبستريت تقدر تتغلب على الانهيبيشن. لو الكونسنتريشن بتاع السبستريت ديت قلنا الفي ماكس بتكون انشينجلد، ركزوا في الحاجات دي اللي هيتسال فيها، الفي ماكس ما حصلش اي حاجه، الكي ام هو اللي زاد. هنا بقى الكومبيتيتيف انهيبيتورز اكزامبلز، هنجيب امثله على الكومبيتيتيف انهيبيتورز من جسمنا. عايزاكم تثبتوا حاجه عن او بصوا، عندنا الفيتامين كي طبعا عارفين، والفلوك اسيد برضو عارفين انه هتاخدوه، في برضو مركب اسمه البابا دوت اللي هو المنبر امينو وبنزويك اسيد والهايبوزانسين. الحاجات دي بتشتغل في الجسم، كل واحد له وظيفه معينه عندنا. زي مثلا الفيتامين كي ده بيدخل فيه الكواجمنت فاكتورز، يعني عوامل التجلط في الجسم، يعني هو اللي بيعمل ايه جلطات، مش جلطات، بيعمل الدم تجلط بدل ما يحصل سيوله طبيعي. يعني بيجي بقى دراج بناخده اسمه دوكيومارول، الدواء ده لو احنا خدناه بيروح، هو نفس يعني شبيه بالايه، شبيه بفيتامين كي لانه اصلا كومبيتيتيف انهيبيتور، يعني سيميلر تو السبستريت اللي هي الفيتامين كي. بالراحه خالص، عندي انزيم يا جماعه في الجسم، عشان الفيتامين كي يحصل له اكتيفيشن بيروح يمسك في الانزيم ده. بنفس الوقت الشخص ده اخد دواء تاني اسمه ايه، دوكيومارول، دوكيومارول نفس الاستراكشر بتاعه زي الفيتامين كي، فلما بيروحوا عند الانزيم اللي كان بيمسك في فيتامين كي، الانزيم مش عارف هل هو بقى فيتامين كي ولا دوكيومارول، فبيمسك في الدوكيومارول وخلاص. فالدوكيومارول بقى وظيفته ان هو داخل بقى، فدلوقتي الفيتامين كي ايه مش هيشتغل معايا، هيجي يمسك هيلاقي حد قاعد مكانه اللي هو الدوكيومارول، فالفيتامين كي مش هيشتغل، فبالتالي مش هيحصل تجلط في الدم عندي. مش تجلط يعني جلطه يا اولاد، لا اللي هو منع سيوله الدم، يعني طالما منع سيوله الدم اللي هو التجلط وقف يبقى هيحصل فيه سيوله. يبقى الدوكيومارول لما دخل مسك في الاكتيف سايت بتاع الفيتامين كي، لما مسك في الاكتيف سايت بتاع الفيتامين كي شغل الفيتامين كي وقف تماما. يبقى شغل مين؟ شغل الفيتامين كي ده وقف تماما. لما وقف شغل الفيتامين كي حصل ايه؟ انتي كواجولانت. يبقى الدوكيومارول اصبح انتي كواجولانت مضاد لايه؟ لعوامل التجلط، لان اصلا الفيتامين كي كان بيعمل كواجولانت، لما انا جبت الدوكيومارول عمل انتي كواجولانت. الفوليك اسيد برضو في واحد بيروح يتنافس معاه فبيوقف شغل الفوليك اسيد ده، اصلا بيبقى في الاغلب بيبقى في البكتيريا. طيب وظيفته ايه؟ قالنا في النهايه يعني بسرعه كده، بيدخل فيه تكوين الدي ان ايه، لما بيدخل فيه تكوين الدي ان ايه وبالتالي بيساعد في تكوين الخليه نفسها، بيساعد في ايه؟ في السيل ديفيجن. فاحنا دلوقتي الشخص او الميزوتريكسيد ده، احنا قلنا في الميزوتريكسيت يا اولاد بيروح بقى يعني ياخد مكان الفوليك اسيد على الانزيم، لما بياخد مكان الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مش قادر يشتغل، مش قادر يدخل في تكوين الدي ان اي، فبالتالي الدي ان اي مش هيتصنع، يعني مش هيدخل في تكوين ولا الخليه يحصل لها ديفيجن. ما هو الدي ان اصلا اللي هو بيعمل ايه للخليه ديفيجن، فده وقف مين؟ وقف الديفيجن بتاع الخلايا. فقال لك انت بالفهم كده عايز اوقف ديفيجن في خلايا، ايه المرض اللي انا اصلا علاجه ان اوقف الديفيجن بتاع الخلايا؟ الكانسر. عشان كده احنا بنستخدم الميزوتريكسيت في كايه، كانتي كانسر، كانتي ايه، كانتي كانسر. بعد كده عندنا برضو المركب اللي هو اللي اسمه بابا دوت، قال لنا بيتحول بانزيم اسمه داي هيدروفوليت ريدكتيز في البكتيريا، يعني هي البكتيريا اللي بتستخدمه اكتر. فدلوقتي انا لما باخد سلفونامايد ده بيبقى انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك ده بيروح يوقف انزيم اللي هو الايه، الداي هيدروفوليت ريدكتيز، بياخد مكان اللي هو المركب اللي اسمه بابا ده على الدي هيدروفوليت، الدي هيدروفوليت ريدكتيز. فلما بياخد مكانه المركب اللي هو البابا ده مش بيقدر يشتغل، وبالتالي بيوقف شغله في ايه، في البكتيريا، بيعمل بلوكج الكونفرجن اوف البابا انتو بكتيريا انتو فوليك اسيد، والفوليك اسيد احنا عارفين ان هو بيستخدم في ايه، في سيل ديفيجن، وبالتالي البكتيريا مش هيحصل لها ايه، سيل ديفيجن لو خدت ايه، لو خدت سلفونامايد. عشان كده احنا بنستخدمه اصلا كانتي بايوتيك ان هو يموت البكتيريا، عندي مش هيحصل عندها انقسام في الخلايا هتموت. اخر حاجه عندنا الهايبوزانسين، تعالوا نبص على السلايد اللي بعدها. بصوا الهايبوزانسين بيتحول لزانسين بواسطه انزيم اسمه زانسين اوكسيديز، وبواسطه الزانسين اوكسيديز نفس الانزيم برده هيتحول للزانسين اليوريك أسد. شوفوا ايه اليوريك اسيد، قال لنا تراكم اليوريك اسيد ده في جسم الانسان اللي هو ده، تراكم اليوريك اسيد ده في جسم الانسان بيعمل مرض اسمه النقرس، اسمه الجاوت، مرض النقرس. طيب تعالوا نرجع للسلايد تاني، قال لنا دلوقتي الالوبيورينول، الالو ايه، الالوبيورينول بيعمل ايه، الالوبيورينول بيروح يمسك في الاكسيديز، في الزانسين اوكسيديز، بيروح يمسك في مين، في الزانسين اوكسيديز، وبالتالي الهايبوزانسين مش هيتحول لزانسين، مش هيتحول ليوريك اسيد. طالما منعنا ان اليوريك اسيد يتكون، يبقى انا دلوقتي منعت تراكمه في الخلايا، طالما منعت تراكمه يبقى الجاوت مش هي ايه، مش هيتكون. او لو انا عندي جاوت، عندي مرض الجاوت، الشخص مصاب بالجاوت وعايزه اقلل ايه بقى انتاج اليوريك اسيد ده، فاستخدم الالوبيورينول هيروح يوقف لي تحول الهايبوزانسين الى يوريك اسيد. ملخص السلايد دي بسرعه كده، اكزامبل على الكومبيتيتيف انهيبيتورز، قلنا عندنا اول حاجه الدوكيومارول بيبقى مع مين، مع الفيتامين كي، فبيعمل انتي كواجولانت. الدوكيومارول هو اللي بيستخدم كايه، كانتي كواجولانت. اما الميزوتريكسيت ده بينهبت الفوليت ريدكتيز اللي هو اصلا بيحول الفوليك اسيد، فبالتالي الفوليك اسيد احنا عارفين هو بيدخل فيه تصنيع الدي ان اي، طالما دلوقتي الدي ان اي ده ما اتكونش فالسيل ديفيجن مش هتحصل، فاحنا بنستخدم الميزوتريكسيت في ايه، في عدم تكون الخلايا، فاللي هو الانتي كانسر، او ان احنا ندمر السيل ديفيجن بتاع الخليه، يعني انتي كانسر. السلفونامايد قلنا ده بقى بيستخدم برده في عدم تحول المركب اللي هو اسمه بابا ده لفوليك اسيد، طالما منعنا تكونه الفوليك اسيد برده الدي ان اي سنتيز مش هيتكون، وكذلك ايه السيل ديفيجن. بس ده بقى تبع البكتيريا شويه، يبقى ده ايه، ده اللي تبع البكتيريا، انما اللي فوق لا، كان في الانسان، يبقى اللي تحت تبع البكتيريا، اللي فوق كان تبع الانسان، ركزوا فيها.
الصرف الاونلاين ده بيكون برضو اللي احنا قلنا بقى اللي هو بديل لمين؟ للبابا. يبقى الدوكيومرول مع فيتامين كي، الميسوتريكسيت مع فوليك اسيد، الصرف الاونلاين مع البابا، اخر واحد خالص الاروبيورينول هيبقى مع مين؟ مع الهايبوزنسين. بيوقف حول الهايبوزنسين الى ايه؟ الى يوريك اسيد. طالما اليوريك اسيد ما تراكمتش، هي بتتكون طبيعي، انما لما بتزيد عن حدها بتعمل مرض اسمه جاوت. عايز تعالج الجاوت تريتمنت، خد اروبيورينول، انه هيروح يمسك في الزنسين اوكسيديز، فهيمنع تحول الهايبوزنسين الى ايه؟ الى يوريك اسيد. تمام، نراجع بسرعه على الكومبيتيتيف. هنا الكومبيتيتيف قلنا بيكون سيميلر تو سبستريت، كومبيت مع السبستريت، الانهيبيتورز بيروحوا يكومبيت مع السبستريت، قلنا بيمسكوا في الفري انزايم اونلي، قلنا السبستريت تقدر تتغلب على الانهيبيتورز دول ان احنا نزود ايه؟ نزود الكونسنتريشن. بعد كده قلنا الفي ماكس ما بتتغيرش، كي ام ايه بتنكريز. قلنا هنا برضو الادويه والسلايد. قلنا بعد كده قلنا كومبيتيتيف انهيبيتورز مقارنه مع الثانيه، فهم مش سيميلر مع السبستريت خالص، يعني مش شبيهه بالسبستريت، دونت كومبيت، مش بيتنافسوا بقى عند الاكتيف سايت، هم ريفرسبل. ما انا قايل اصلا هما ريفرسبل من البدايه، مش انا قلت ريفرسبل عندنا كومبيتيتيف وان كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف، فهم ريفرسبل باين تو ذا انزايم ات سايت ديفرنت فروم ذا سايت زي اكتيف سايت، يعني مش بيروح يمسك على ايه؟ على الاكتيف سايت، فمش بيعمل كومبيت، يعني بيقول الانزيم انا همسك فيك بس من جنب تاني، ولكن مش الاكتيف سايت، فانا مش هتنافس مع مين؟ مع السبستريت اللي هتيجي تمسك من عند الاكتيف سايت. زي تشينج الكونفورميشن اوف الانزايم سو ذا اكتيف سايت از نو لونجر فولي فانكشنال، الاكتيف سايت ايه؟ يقعد يعني مش بيشتغل، ان هي راحت مسكت في الانزيم من مكان تاني فاثرت على الاكتيف سايت، خلت السبستريت مش عارفه تمسك فيه. بايند تو فري انزايم، بتمسك في انزايم او تمسك في انزيم ماسك في مين؟ في سبستريت، لان اصلا مش فارق معاها، انا كده كده مش همسك من عند مين؟ مش همسك من عند الاكتيف سايت، انا همسك من مكان تاني. السبستريت دازنت، السبستريت مهما تزيد ما لهاش دعوه بقى بالايه؟ بالانهيبيتورز دول، لان الانهيبيتورز اصلا مش مكانها. تمام، فهي مهما تعمل مش هتقدر تاثر على الانهيبيتورز، يعني مهما تزود الكونسنتريشن بتاعها مالوش دعوه برده بالانهيبيتور، لان هم مش قاعدين مكانها اصلا، هي مش خناقه هنقعد بقى كل ما قوتي تزيد انا اللي هغلب، لا هي هنا مش كده. الرياكشن از سلوت بط نوت هالتد، يعني مش بتتوقف، هو التفاعل بيقل التفاعل ولكن مش بيتوقف. ليه؟ لانه ريفرسبل، اقدر ارجعه تاني. الاكزامبل بتاعتنا عندنا هيفي ميتال بت لوور اي كونسنتريشن، ار ريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتورز، بقى المثال اللي هو ريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتورز عندنا الهيفي ميتال، وما اطولش عندكم فيها. تعالوا نشوف الكيرف لما رسمناه، الكيرف لما رسمنا السبستريت وحطينا الانهيبيتورز، قلنا ايه اللي حصل؟ لقينا الفي ماكس قلت، ولقينا الكي ام ثابته، يبقى الكي ام هي ثابته عند نفس الكي ام، ولكن الفي ماكس هي اللي ايه؟ الفي ماكس هي اللي قلت، يبقى الفي ماكس قلت، انما هنا الكي ام ثابته، يبقى هنا العكس خالص، الفي ماكس هي اللي قلت لكن الكي ام انشنجد. هنا برضو بيقول لنا هوت الانزيم، ادي الاكتيف سايت وعندنا سبستريت، السبستريت بتروح تمسك في مين؟ في الاكتيف سايت، السبستريت كان نورمالي بايند تو اكتيف سايت اوف الانزيم كده نورمال. بعد هنا كده بقى هنا كومبيتيتيف انهيبيتورز، ده الانزيم وكده كومبيتيتيف انهيبيتورز، عندنا دي السبستريت الانهيبيتور راحت قعدت مكانها فعملت انهيبيشن، انما بالنسبه للنون كومبيتيتيف لا، شوفوا هنا الانهيبيتور راح مسك من مكان تاني خالص، مكان تاني خالص، وهنا ايه؟ السبستريت من فوق. وادي هنا مين الانهيبيتورز لما بيمسكوا، مش بيمسكوا من عند الاكتيف سايت. بعد كده الانكومبتيتيف دول برضو بيكونوا نوت سيميلر تو سبستريت زي بايند اونلي، بس مع ان يكون الانزيم ماسك في السبستريت، بيمسكوا من مكان تاني برضو، بس الشرط الاساسي للانكومبتيتيف ان هما يمسكوا مع الانزيم وهو ماسك في السبستريت بتاعته. انما لو لقينا مثلا الاكتيف سايت مش عليه حاجه وفي اللي هما انهيبيتور مسك من الجنب التاني، فده بنسميه انكومبتيتيف، لان هو الوحيد اللي له الحريه ان هو يمسك سواء الانزيم فري او الانزيم في حاله الكومبلكس بتاعته. بعد كده قلنا فيري رير، قلنا الاكزامبل عليهم انهيبيشن اوف ايزوسيتريت دي هيدروجينيز انكريبت سايكل باي الفا كيتو جلوتاريت، مش عايزه اطول في الشرح بتاع دي برده. هنا برده مقارنه بينهم، قلنا الكومبيتيتيف بيكون سيميلر، انما النون كومبيتيتيف نوت سيميلر، هنا نوت سيميلر الان كومبيتيتيف برده، الكومبيتيتيف من اسمها فبيعملوا كومبيت، انما النون كومبيتيتيف دونت كومبيت، الكومبيتيتيف بتمسك في الفري انزايم، انما النون كومبيتيتيف بيمسكوا فري انزايم اور انزايم سبستريت كومبلكس، النون كومبيتيتيف انزايم سبستريت كومبلكس اونلي، دي تقدر تتغلب، الكومبيتيتيف يقدروا يتغلبوا على الانهيبيتورز ان احنا نزود الكونسنتريشن بتاع السبستريت، لكن النون كومبيتيتيف ما يقدروش يتغلبوا، لان اصلا المشكله مش عند الاكتيف سايت، الان كومبيتيتيف دازنت اوفر كام برده. بالنسبه للكومبيتيتيف قلنا الدراجز اللي عندنا النون كومبيتيتيف، قلنا كومبيتيتيف الامثله عليها الدراجز النون كومبيتيتيف الهيفي ميتالز، الان كومبيتيتيف اونلي انكريبت سايكل. طيب تمام، هنا برضو الريفرسبل انهيبيتورز بقى، قلنا جروب سبيسيفيك الريفرسبل انهيبيتورز والسويسايد انهيبيتورز، قلنا زي بايند فيري تايتلي تو انزايم ثرو كوفيلنت لينكج سو نوت ايزي اي ديسوشييت فروم ذا انزايم، زي بايند اكتيف سايت اور اذر بايندينج سايت اوف ذا انزايم، بيمسكوا بقى في الاكتيف سايت اور اذر بايندينج سايت اوف ذا انزايم، بس الريفرسبل ان هم بيمسكوا جامد قوي في الانزيم، فاحنا مش بنقدر نرجع التغيرات اللي حصلت على الانزيم، يعني لو حصل له انهيبيشن مش هقدر اغيره، لان ماسكين بقوه اصلا تايتلي تو انزايم سرو كوفيلنت بوند كوفيلنت لينكج تساهم، يعني سو نوت اي از لي ديسوشيت، مش سهل انك تشيل التغيرات اللي حصلت على الانزيم ده تاني. الجروب سبيسيفيك الريفرسبل انهيبيتورز، قلنا عندنا رياكت ويز سبيسيفيك اور جروبس اوف ذا امينو اسيد ريزيدوز اوف ذا انزايم ذات بلاي ان امبورتنت رول ان كاتاليسيس السبستريت بايندينج اور مينتينز مين اوف ذا انزايم فانكشنال كونفورميشن، يعني بتغير طبعا في الايه؟ في الانزايم فانكشن، بتمينتينز السبستريت بايندينج اور مينتينز اوف ذا انزايم فانكشنال كونفورميشن. عندنا دلوقتي
المثاليين. بصوا بقى معنا كده قلنا ايه، قلنا الجروب سبيسيفيك الريفرسبل انهيبيتورز، دول مجموعات من المركبات ترتبط مع بعضها في جزء معين من الانزيم بتعمل له انهيبيشن. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تعمل كده؟ قلنا اول حاجه الداي ايزوبروبينول فلوروفوسفيت، الداي ايزوبروبينول بروبايل فلوروفوسفيت، الدينرفيجاز بويزون. كل اللي عايزاكم تعرفوه ان هو بيعمل توكسيك اكيوميوليشن اوف استايل كولين. يبقى هو ايه التوكسيك اكيوميوليشن اوف استايل كولين؟ بالنسبه للهيفي ميتال مثال تاني، يعني الهيفي ميتال زي الرصاص وزي الفضه وزي الزئبق، دول حاجات برضو بتروح تمسك في الانزيم فبتعمل له انهيبيشن بس بتبقى ريفرسبل، يعني ما اقدرش اشيلها تاني. قال لنا الحاجه اللي ممكن تمنع كده حاجه اسمها بال، اللي هي البال دي بتروح برضو بريتش انتي لويسايد. الحاجه دي يعني او الماده دي يعني بتروح ايه تمسك الاس اتش اللي هما كانوا هيمسكوا فيها الرصاص والزئبق والنحاس، بتمسك فيها فبتمنع ان هما يمسكوا، فبتبقى انتي دوت لهم، يعني بتمنع مسكهم من الانزيم. الجروب سبيسيفيك ريفرسبل بسرعه كده كل اللي عايزاكم تعرفوه الامثله بتاعتها، قلنا ان هي اصلا مجموعات بتعمل ايه من المركبات، مجموعه من المركبات بترتبط في جزء معين من الانزيم فبتعمل له انهيبيشن. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل كده؟ هنا اول مثال عندنا الداي ايزوبروبايل فلوروفوسيت، ده نيرفيجاز بويزون، وبيبقى النتيجه بتاعته هو توكسيك اكيوميوليشن اوف ستايل كولين. اما بالنسبه للهيفي ميتال، فالهيفي ميتال دول يعني لو ما بيروح يمسكوا في الانزيم وانت عايز تمنع ان هم يمسكوا في الانزيم ويبوظوا شغله، بندي البال ده انتي دوت. اخر السلايد معانا اللي هي السوسايد، السوسايد سبستريت انالوجز انزيم سينثيز انهبيتور تو ذات انزيم، اند ذس بروسيس از كولد ليزال ايه ليزال سينثيز. ذس از انزيم نورمالي اندوس انذر رياكشن ان بودي. يعني كل اللي عايز يقوله لنا هنا يا جماعه بصوا كده، ان مثلا انزيم بيروح يمسك السبستريت علشان ايه يخلي السبستريت يتحول لبرودكت، البرودكت اللي طلعت دي بقى بتكون انهبيتور للانزيم نفسه. يعني اول ما البرودكت تتكون بتعمل انهبيشن للايه للانزيم نفسه. بيقول لك بقى هنا ايه زي انهبيتور بايندز تو ذا اكتيف سايت اوف ذا انزيم ويتش سينثيز ات، يعني الانزيم اللي كونك تعمل لي ابن بار وير ات مش بره خالص يا اولاد، وير اتس ايم ديفايد باي ذا انزيم تو ريديوس ا رياكتيف جروب ذات ايم از رياكت باي ا ريفرسبل كومبوننت. طبعا انا ما اقدرش ارجع الرياكشن اللي حصل ده تاني، فيعني ما ينفعش احول البرودكت اللي هي الانهبيتورز دي تاني ان هي تعمل ايه، ان هي تعمل ان الانزيم يعني يرجع اكتيفيشن بعد ما حصل له انهبيشن تاني. باي ريفرسبل ايه كومبوننت بايند بوندنج تو ذا انزيم تو فورم انهبيتورز انزيم كومبلكس ذات ذا انزيم كانت اكت اون ذا نورمال سبستريت ذات ات اكتس اون نورمالي هيومن بايند. الامثله بقى عليها عندنا زنتين اوكسيديز اللي احنا كنا قلنا برده بيجي هنا برده يعني هو كده بيشتغل ريفرسبل وان ريفرسبل. فهو هنا بيقول لنا ان نورمالي ذا انزيم اللي هو زنتين اوكسيديز، يبقى الاكزامبل اللي معانا هنا يا اولاد اللي هو الزنتين اوكسيديز، قلنا الزنتين اوكسيديز نورمالي زنتين اوكسيديز كاتاليز ذا فولوينج رياكشن. الطبيعي ان هو بيعمل بصول السلايد دي هتفهمكم اكتر، السلايد دي زي ما قلت لكم كده هتفهمنا اكتر. عندنا الاربيورينول ده لو اخدناه يا جماعه بايه زيه بالظبط زي التفاعل اللي احنا اخدناه قبل كده، بتحول الارو ايه الالوزانتين. الالوزانتين ده بقى بيتحول لزانتين بواسطه مين؟ الزانتين اوكسيديز. قال لك الالوبيورينول لما يتحول لالوزانتين، الالوزانتين ده هو اللي هيوقف لي شغل الانزيم اللي كونه الانزيم لانه سوسايد انهبيشن، فهيروح يوقف لي شغل مين؟ الزانتين اوكسيديز. شغل الزانتين اوكسيديز وقف، التفاعل اللي احنا اخدناه في الاول خالص هيقل اللي هو الزانتين لما كان بيتحول ليوريك اسيد، وبالتالي التفاعل ده يقف. تمام فهمتوها كده؟ قال لنا برضو ما تنسوش ان الليسال سينثيز هو وها سويسايد انهيبيشن، يعني ان هي بتعمل الانزيم انهيبيشن في ايه في البادي، البرودكت اللي بتتكون بتعمل انهيبيشن للبادي، انهيبيشن للانزيم في البادي بتاعنا. قال لنا بقى هنا نورمال زنتين اوكسيديز كاتاليز ذا فولوينج رياكشن ان ذا بادي. احنا قلنا الالوبيورينول از ا ستراكشر ان لوب اور مين هايبوزانتين اتس كونفرتد ان ذا بادي باي زنتين اوكسيديز تو الوزانتين اللي هو الاوكسيبايرينول، دي اسماء ثانيه يعني او الليسال سينثيز. ما تنسوش ان الليسال سينثيز هو برضو انهبيتور انزيم. الالوزانتين بايندز باي كوفيلنت ريفرسبل بوند تو زانتين اوكسيديز فورمينج انزيم انهبيتور كومبلكس. كده تمام قوي. اخر سلايد بقى معانا الانزيم ريجوليشن، بيقول لنا عندنا شورت تيرم ريجوليشن ولونج تيرم ريجوليشن. شورت تيرم ريجوليشن زي الالوستريك ريجوليشن والكوفيلنت موديفيكيشن دول شورت، اما اللونج تيرم ريجوليشن يبقى في الايه اندكشن اوف انزيم سينثيز او ريبريشن اوف انزيم سينثيز. اندكشن يعني تحفيز، ريبريشن يعني انهبيشن بالظبط كده. هو كده ايه ثانك يو بصراحه، بس انا كنت محتاجه اعيد بسرعه اخر حاجه بس وقت الفيديو بصراحه طول قوي. طب هنرجع بس الفيديو ده، قلنا الكومبتيتيف ان هم ايه بيكونوا، قلنا الاول عندنا ريفرسبل وير ريفرسبل انهبيتورز في الجسم، قلنا الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف والان كومبتيتيف دول امثله الريفرسبل انهبيتورز. بالنسبه للريفرسبل قلنا فيهم اول واحد كومبتيتيف بيكون سيميلر، بيكون كومبيت بيمسك في فري انزيم ستار ستريت اوفر كام الانهبيشن، والامثله عليه الدراجز اللي احنا قلناها. النون كومبتيتيف بيكون نوت سيميلر دونت كومبيت بيمسك في فري انزيم اور انزيم سبستريت كومبلكس دازنت اوفر كام ايه doesn't overcome الشغل السبستريت، يعني السبستريت مش بتقدر تتغلب على الانهبيشن اللي حصل. والامثله بتاعته الهيفي ميتال. اما الان كومبتيتيف قلنا نوت سيميلر تو سبستريت بيمسك فيه الانزيم سبستريت كومبلكس doesn't overcome
only increase cycle. قلنا برضو الريفرسبل في منهم جروب وفي منهم السوسايد انهيبيتورز، وقلنا التعريف ده ان هم بيمسكوا جامد يعني. هنا قلت لكم احفظوا الامثله، الامثله بتاعتنا قلنا مين الداي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت، قلنا ان هو بيعمل توكسيك اكيوميليشن اوف اسيتايل اوف اسيتايل كولين، قلنا الرصاص والزئبق، والرصاص والفضه والزئبق اقدر امنع ان هم ارتباطهم بالانزيم بواسطه البال. بعد كده السوسايد انهيبيتورز برضو قلنا ان هو ان في برودكت بتتكون بترجع ايه تمنع شغل او تعمل انهيبيشن للانزيم اللي اصلا ايه كونها، قلنا الامثله اللي هو الالبيورينول والالوزنسين، وقلنا ما تنسوش ان الليسنتينسيت از سنسيت اوف مين اوف انزيم انهيبيتورز ان ذا بودي، وقلنا السوسايد دي، ورجعنا قلنا في شورت تيرم ريجوليشن وفي لونج تيرم ريجوليشن، قلنا شورت تيرم اللي هم الالوستريك والكوفالنت، اما اللونج اللي هم الاندكشن انزيم اند ريفرسبل اوف ايه اوف انزيم. هو كده بقى ثانك يو، يعني ان احنا كده ايه خلصنا الانزيم خالص. هو بصراحه توتوريال مهم واخد وقت طويل، بس هو بصراحه يستحق الوقت اللي هو اخده. اسفه جدا لو كنت ضيعت وقتكم وما فهمتوش، بجد اعذروني. وان كنت افدتكم ولو بنسبه بسيطه اتمنى تدعوا لي. وشكرا يا سنه اولى، ومع يعني مع السلامه. والله ان هو يعني والله عايز افضل يعني اشرح، بس الوقت فعلا هو في النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.